ومع نهاية عيد الحصاد قلبي فايض بالشكر والحمد لرب المجد. قد إيه بمجد ربنا، قد إيه بشكره على وقوفه معانا في الوقت الصعب ده، وقد إيه كمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم لوقوفكم معانا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي علينا وعلى العالم كله وعلى كل واحد وكل واحدة، إلى أنكم قررتم أنه تقفوا معانا ولسه مقررين أنكم تصلوا وتأيدوا عمل الرب في الكرمة عشان نقدر نكمل ونقدر نكمل بكل قوة وننتهر إبليس عن بيوتنا وعن بلادنا وعن أولادنا. أنا بشكركم ومتأكد أن أنتوا هتقفوا معانا وهتكملوا معانا المشوار. أنا عارف حتى لو في احتياج لسه موجود، لكن أنا واثق فيكم، واثق في الرب أنه هيسدد كل احتياج من خلال حضراتكم، وعارف ومتأكد أنه كل اللي وعد بوعد يقدر يسدده ويسدده الآن عشان ما يكونش في احتياج لعمل الرب ونقدر نكمل رغم كل اللي بنمر بيه. ونشكر ربنا لأنه واثق أنه هيسدد احتياجنا واحتياجكم، ومع بعض نقول عظم الرب العمل معنا. ربنا يبارككم.